المسألة الأولى مسائل زكاة الفطرة إن شاء الله يبينونها في صلاة العيد. الفطرة اللي هي أمان للإنسان ولعائلته، ولكن نبين مسألة واحدة حول تقديم زكاة الفطرة. إذا واحد الآن يريد أن يعطي زكاة الفطرة ممكن؟ الجواب نعم. كثير من العلماء المعاصرين والأموات هؤلاء يرون أن تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان جائز ولا إشكال فيه. المسألة الثانية حول رؤية الهلال. إن شاء الله في الليلة التي يحتمل أن يرى فيها الهلال إن شاء الله المؤمنون يذهبون للاستهلال حتى إن شاء الله يثبت العيد وتتفق الكلمة على العيد. المسألة الثالثة، باعتبار أن بعض المؤمنين أصروا علي مرارا أكثر من مرة أن أبين هذه المسألة اللي هي محل ابتلاء، إذا تليت آية السجدة الإنسان لازم يسجد، الطهارة الحدثية مو لازمة، الطهارة الخبثية مو لازمة، استقبال القبلة مو لازم، ولكن السجود على ما يصح السجود عليه لازم. نقل أن بعض الناس يتصورون أنه ما يخالف واحد يسجد على السجاد مثلا، لا، راجعوا العروة الوثقى، راجعوا حواش العروة، الفقهاء يشترطون عادة أن يكون السجود في سجود التلاوة على ما يصح السجود عليه، يعني على تربة لو على ورقة أو ما أشبه ذلك. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا فيما بقي منه، واغفر لنا تقصيرنا فيه،